كذلك عندنا على الطريقة الموصلية اللي هو حامض وحلو، يخبطونه حامض وحلو على الطريقة الموصلية. بدأنا الشغل كبداية أولية سنة التسعينات كبداية بسيطة، ومن ثم توسعنا بالشغل مالنا يعني بعد التسعينات، والحمد لله يعني إنتاجنا كلش جيد، بس لاقتنا بعض الصعوبات يعني بالوقت الحاضر في ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذلك قمنا نصدر يعني ننطل للمحافظات الجنوب، محافظات العاصمة بغداد والأقضية والنواحي والمطاعم الكافتريات، يعني كلها تتاخذ من عندنا، واعتمادنا الكلي صار على أكثريته على المستورد، يعني مثل ما تعرف الإنتاج المحلي ما يسد الحاجة، فاعتمدنا قمنا صار اعتمادنا على المستورد قبل الخيار والزيتون وكل انواع المخللات. كطريقه العمل عندنا انواع الطرش الموجود عندنا، عندنا مثلا المحشي، عندنا المدبس، عندنا العنبه وزيتون وكل انواع المخللات موجوده عندنا. يعني اذا نلاقي هسه صعوبه صعود المواد الاوليه، يعني ارتفاع اسعار المواد الاوليه بالوقت الحاضر، يعني ده ياثر علينا بشكل سلبي يعني على عملنا. المخللات كالخل، احنا ننتج الخل يعني من سنة التسعينات، احنا ننتج الخل بيادي محلية، يعني مو مستورد، ما نجي مستورد خل، تبقى بس مثل هذا، عندك الخيار هذا، عندك هذا مستورد، هذا سوري، عندك هذا مثلا هذا هندي، عندك الزيتون السوري والتركي، يعني الأغلبية على المستورد.